أن هناك رمضان يعتبر عرس حقيقي، يعني عرس على مستوى الإفطار وعرس على مستوى السحور يعني. وبالتالي لما يأذن صباح بعيبع، هو كان هناك يأذن، فكان يصير يعني هلاهل وتكبيرات، وكان عرس تماما يعني. الحياة كانت بسيطة. بسيطة جدا، وأيضا توزيع التمر وما شابه ذلك. نعم. ظلت محافظة على هذه الأجواء؟ فيما يتعلق بعنصر الكرم والطيب لا زالت يعني. كبيس إلى حد اللحظة ليس فيها فندق، ليس فيها مطعم إلى حد اليوم يعني. نعم. ولذلك سموا بعيال مجنونة بناء على هكذا، يتقاتلون على الضيف يعني. نعم. فسموا بعيال مجنون على هذا الأساس أطلقت عليهم.